السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. هي اليوم نعمة كبيرة سنة وبتقوم تتويت وجميع فردوس. الرسول صلى الله عليه وسلم تبيا مكوبا بيبو وبين فردوس الأعلى. ويبو الله تجعليه توسوت ستو وتجنة الفردوس الأعلى. لكن في بتويباته هي جنة الفردوس. تنامي نقطة قازة ورحمة زاكي من الرحمن الرحيم الكريم. ثم نقطة بيلي الله كزيك سبابه سببه يعني كفاته أمر زاكي نيني كتو أمرشة تفاته نيني كتو كتازة تصفاته نموم الله سبحانه وتعالى بهداية استقامة إخلاص نصيحة شفاء نغينا تقوى نخل الدنيا وخل الآخرة جنة الفردوس الأعلى اللي يوتقو يوم بيعميته شيخ محمد بن مسعود بن عمرو البرواني لكن بنزجاك كواك وخلتيام وهي هي هنا يقول تقول يقول مسمى تقول هنا فهذا بنزجاك قوة بعالية بن راشد بن حمد بن راشد بن سليم بن راشد الغيثية الله تجعلني بقى جنة الفردوس الأعلى مع السلامة وبالله التوفيق أصدق الله راشد لا هاكو كان بقى 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 هاكو كان ب